هل لازم المتوفى يكتب قبل وفاته انه ممكن الناس تاخد القرنية، ممكن يتم نقل الأعضاء، خاصة مع الأمراض اللي بتبقى يعني كبيرة وبيبقى عند على علم تقريبا بأنه الحياة يعني ليها توقيت محدد؟ تسمحي لي حضرتك اتفضل بدقيقتين ثلاثة توضيحة كده اتفضل. سريعة. في قانونين زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، قانون 162 103 لسنة 62، تمام. وله تعديلات عديدة آخرها كان في 78 أو 79، ثم كتب دورية من النائب العام لأن في قضايا زي دي مماثلة، فعمل كتب دورية فيما يخص بالقضايا اللي كان بينظرها. وهذا القانون قانون خاص ببنوك العيون وطريقة إدارتها وطريقة تشغيلها وأخذ القرنيات. وفي أحد التعديلات اللي اتعملت في 73 بقانون 79 أباحت أنه يتاخد القرنية في ثلاث حالات: الحوادث وما تأمر به النيابة من تشريح، أو موافقة الإنسان على التبرع، أو أخذ القرنية دون موافقة الأهل. لما جينا نعمل قانون 5 لسنة 2010 اللي أنا شرفت برئاسة لجنته، ناقشنا هذه الجزئية وقلنا يا جماعة إحنا بنعمل قانون لزراعة الأعضاء والأنسجة وليس الأعضاء بس على فكرة، فخلينا ناخد القرنية على أنها نسيج ونحطها في هذا القانون. احنا معانا نصوص القانون 103 لسنة 62 على الشاشة بتعديلاته بشأن طبعا نزع القرنية. تمام. لما جينا نقول هذا الكلام حصلت مناقشات وحصلت مناقشات في مجلس الشعب، وقالوا لا، قانون نقل أو قانون بنوك الدم وقانون بنوك العيون ده قوانين مستقرة، خليها زي ما هي واستبعدوها من هذا القانون. فحطينا المادة 26 اللي هي آخر مادة. ما حضرتك تبص على القانون رقم 5 ل 2010 هتلاقي ان قانون مادة 26 دي بعد العقوبات. ايوه. بتقول انه يبقى موضوع نقل بنوك الدم وبنوك العيون كما هو القانون 103 لسنة 62، رغم انه اللجنة كانت عاوزة تضع القرنية ضمن قانون 5 ل 2010 باحكامه اللي هو حضرتك تفضلتي وقلت دلوقتي. انا استاذنك بقى يا دكتور ان احنا عرضناها منذ قليل على الهوا، الماده 26 من القانون رقم 5 لسنه 2010 بشان نقل وزراعه الاعضاء. استاذن حضرتك ان اقراها: تلغى الفقرتين الثالثه والرابعه من الماده 240 من قانون العقوبات، ويلغى كل حكم اخر يخالف احكام هذا القانون فيما عدا الاحكام الخاصه بالقانونين رقمي 178 لعام 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته، و103 لعام 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون والتي تظل سارية المفعول. بالضبط كده.